بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع آخر حلقات الشرح بالنسبة لمنهج الفصل الدراسي الثاني. الحصة الجاية هتبقى طبعا بداية حلقات المراجعة، نستعد لها استعداد كويس. من أمتع الحلقات حلقة القانون العام للغازات. ليه؟ لأن القانون العام للغازات هناخد فيه قانون بويل، قانون شارل، قانون جي لوساك، كلهم في قانون إيه؟ في قانون واحد. من قانون بويل العلاقة بين البي والفوليوم علاقة عكسية، من قانون جي لوساك بيقول إن البي علاقة طردية مع التي. في الحالة ديت يبقى البي طردي مع التي عكس مع الفي. في الحالة ديت أقدر أقول إن البريجر تناسب بيتساوي ثابت في تي على في، يبقى من هنا بي 1 في 1 على تي 1، بي 2 في 2 على تي 2. ده بقى بيسموه إيه يا أولاد؟ ده بيسموه القانون العام للغازات. ايه بقى القانون العام للغازات؟ البي فوليوم على تي بتساوي بي فوليوم على تي. طبعا ده اسمه القانون العام للغازات. القانون العام للغازات جميل في ايه؟ قبل ما نقول القانون ده جميل في ايه وانه بيشمل كل القوانين، عايزين لفظ كده معين نعرفه كلنا. ايه هي؟ ايه هو القانون اللفظ ده؟ احيانا يقول لي اس تي بي. اس تي بي اللي هو ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. وديت مفيش فيها اي مشكلة كترجمة. ستاندرد تمبريتشر اند بريشر اللي هو معدل الضغط ودرجة الحرارة، ومفيش فيها مشكلة خالص. يعني ايه برضو معدل الضغط ودرجة الحرارة؟ الظروف القياسية للضغط ودرجة الحرارة، البي بتساوي 1 اتموسفير، اللي هي 1 تتشر من 1010^5 باسكال بقى انت عارف، و1 تتشر من 1000 بار، 76 من 100 متر، 76 سنتي، 760 مللي اللي هو تور. طب والتي درجة سليزياس يعني 273 درجة كلفن. طب الفوليوم علاقة عكسية مع البي، الفوليوم علاقة طردية مع التي، يبقى الفي طردي مع الان والفي طردي مع ان في تي على بي. الحقيقة الفي بيساوي ثابت في ان في تي على بي، يبقى بتساوي ثابت في ايه؟ ان في تي على بي، يعني البي في الفي بتساوي ان ار تي، وده اسمه قانون الغاز المثالي الحقيقة، وما فيش فيه مشكلة خالص خالص خالص. مقدار من غاز في درجة يشغل في درجة حرارة 27 درجة وتحت ضغط 60 سنتيمتر زئبق حجما قدره 380، فكم يكون حجمه عند معدل الضغط ودرجة الحرارة؟ المعطيات ادي التمبريتشر، وادي البريشر، وادي الفوليوم، وقال لي اس تي بي، فكتبت الاس تي بي بتاعتي. البي في على تي بتساوي البي في على تي، بي فوليوم على تمبريتشر بتساوي بي فوليوم على تمبريتشر، تمام. وفي الحالة دي 60 في 380 على 300 يساوي 76 في الفوليوم 2 على ال 273. في الحالة دي هيبقى الفوليوم 2 بيساوي 273 بسهولة جدا، وما فيش فيها أي مشكلة.
طب تعالى كده، بيقول لك مقدار من غاز بيشغل في درجة حرارة 27 درجة سيليزياس حجم قدره 300، كم يكون ضغطه إذا علمت أن حجمه عند اس تي بي هو 500 سنتيمتر مكعب؟ طبعا ناخد المعطيات 47، وادي الحجم وادي الضغط وادي الحجم الجديد وادي الاس تي بي اللي اتعرفت، يبقى بي فوليوم على تي بتساوي بي فوليوم على تي، ومنها اقدر ان انا احسب يبقى البي 1 في 300 على 300 يساوي 76 في 500 على 273، ومباشرة نطلع الايه البريشر هيطلع رقم ده. كمية من غاز مثالي حجمه في ضغطه في درجة حرارته على مقياس كلفن تي عايز، فإذا زاد درجة حرارتهما إلى الضعف درجة حرارة الغاز ده كانت تي وأصبحت 2 تي، تمام، وزاد ضغطها 3 مرات فإن حجمها ده. طبعا هو هنا في المعطيات مديني إن الغاز كان في الأول الحجم والضغط درجة الحرارة عادي، أصبح درجة حرارته 2 تي وضغطه 3 بي وعايز بي. طب واضح إن ده القانون العام للغازات، لما تلاقي الثلاث متغيرات كلهم عندك وفيهم تغير يبقى ده لا هو قانون بويل ولا شارلز ولا قانون جي لوزاك، وإنما هو القانون العام للغازات. البي مع البي والتي مع التي فضل معانا 2 على 3 في، شكرا، خلص السؤال. الرسومات البيانية توضح العلاقة بين تغير الغاز، تغير ضغط الغاز، تغير درجة الحرارة في الكلفن في تجربتين عند ثبوت الحجم من الشكل، عايز النسبة بين فوليوم واحد لفوليوم اثنين. جميل جدا جدا جدا. طبعا يا أولاد عند درجة إكس هيبقى ده ضغطه بي واحد، ده ضغطه بي اتنين، درجة الحرارة نفسها اتشطبت لأنه قال لي درجة حرارة إكس، ومن هيبقى البي واحد على البي اتنين بتساوي فوليوم اتنين على واحد، علاقة عكسية، يعني الاختيار رقم ألف. كتلة من غاز الأكسجين تشغل حجم من قدره 550 عند درجة حرارة 50، وأدي الضغط 1/13000 بار ودرجة حرارة 30، عايز الفوليوم ومديك إن الضغط أصبح 1.66 بار. والله برضه أنا شايف إن ده 3 متغيرات، يبقى على طول هنعوض بقانون العام للغازات. ما تنساش بس إن درجة الحرارة بنجمع عليها 273 عشان خاطر إن القانون العام للغازات وقانون الغازات كلها لا يتم التعويض فيها إلا بدرجة الدرجة كيلفن على مقياس كيلفن يعني. وبالتالي الفوليوم هيطلع 569 و65 من 100، أو يعني تقريبا 66 من 100 على سبيل الإيه التقريب. يبقى نيجي على مسألة الفقاعة، فقاعة من الهواء يديني حجمها ومديني يعني الحجم 7.7 عند درجة 4 وعلى عمق 15 من سطح بحيرة مالحة كثافة مائها 1030، وعندما تصل الفقاعة إلى سطح الماء كانت درجة حرارتها 32، اعتبر طبعا الضغط 1/13000 بار والجي ب10، عايز الحجم عند السطح. طبعا يا أولاد كلنا هنكتب معطياتنا بسهولة، أدي ال3 معطيات الأولانيين اللي بيتكلم فيهم عن الوضع الأولاني للغاز للفقاعة، طبعا في الإيقاع ماشي في العمق يعني، وأدي الجرافيتي اللي عندي. بالحالة ديت هتبقى البي فوليوم على تي بتساوي بي فوليوم على تي، تمام، عوضنا تعويض مباشر. طبعا يعني في بعض الطلاب
تفكيره جميل، بيجيب البي بتساوي بي اس هيدروجين اتش الاول لوحدها، يعني بدل ما يعمل الخطوه الطويله دي وبعدين يرجع يعوض بقى في تعويض مباشر. يعني هو اختلاف من طالب للتاني على حسب انت بتحب تستخدم الاله الحاسبه ازاي، وبالتالي نطلع الفوليوم ايه؟ الفوليوم 2. تمام، يبقى رقم دي. تمام، ما فيش فيها اي مشكلة خالص خالص خالص. فقاعة من الهواء نصف قطرها 1 سنتي عندك أبو حيرة عند حيث درجة 7 سيليزيوس، ارتفعت إلى سطح البحيرة حيث درجة الحرارة وقتئذ 20 أوجد نصف قطر الفقاعة عندما تصل إلى سطح البحيرة، علما بأن طبعا كثافة المية ب1000 والضغط الجوي هو معتبره، هنا بيقول لي هو بيقول لي يعتبره إن هو 10 أس 5، والجرافيتي اعتبرها إنها كام؟ 10. طبعا لما بيجي نقرب، طبعا يا اولاد التقريب ما بيبقاش التقريب في كل الحالات نفس الشيء، يعني في حاجات بيبقى التقريب فيها شغال تمام، وفي حاجات بيبقى التقريب فيها مش هينفع. يعني مثلا احنا بنتكلم دلوقتي في ان الجرافيتي 9.8 من 10، يعني تقريبا 10. انا هنا في المساله هنا بتكلم عن فقاعه تصعد من اسفل الى اعلى وهكذا، يعني بمعنى اخر ان يعني يمكن اهمال التغيرات الطفيفه لما نكون بنحسب في اشياء ارقام ضخمه. تمام، يعني لا ليس كل امور يمكن فيها التقريب ويكون صحيح، فانت امشي بتعليمات المساله اللي موجوده عندك زي ما هو مديها لك بالظبط، لانه لن يكون هناك تقريب الا اذا كان التقريب ممكنا. انت بقى لما تطلع ناتج انت بتشوفه وبتقارنه، اللي بيطلع لك على الحاسبه بتكتبه، الا لو كان اختيارات فبتقرب في الحدود اللي هو ايه حاططها في البدائل. ادي المعطيات اللي عندي، اداني نصف قطر الفقاعه وكل تمبريتشر 1 و2، واضح ان مساله الفقاعه هنا زي مساله الفقاعه بتاعت مين؟ زي مساله الفقاعه بتاعت بويل عادي، ما فيش فيها مشكله خالص، المساله بسيطه وما فيش فيها حاجه، لكن هنا ضاف لي درجه الايه؟ الحراره. فمسألة الفقاعة عادي نضيف لها درجة الايه؟ الحرارة، ما فيش فيها مشكلة، وهيبقى بي فوليوم على تي بتساوي بي فوليوم على تي، وما ننساش كمان اللي هو 4/3 بينق ايه؟ تكعيب. 4/3 بينق ايه؟ تكعيب. ال4/3 مع ال4/3 والباي مع الباي، وهيتبقى لي بقى الارقام اللي عندي، ما فاضلش هنا غير الار 2 تكعيب. تمام، في الحاله ديت هنطلع الار 2 وناخد الجذر التكعيبي، هتطلع 1.638. في الحاله ديت كميه من غاز تشغل حجم من قدره 550، ادي الحجم اللي عندي، ودرجة الحرارة أهي، والضغط أهو. احسب حجم هذه الكمية، عايز حجم الكمية دي عند درجة 30 أهو، وضغط كذا. البي فوليوم على تي بتساوي بي فوليوم على تي، يبقى الواحد 13 من 1000 في 550. طبعا يا اولاد في مسائل النسب بشكل عام، مسائل النسب بشكل عام ما تحولش الا اذا كان، ما تحولش الا اذا كان، يعني مسائل النسب بشكل عام ديت وديت عندي حاجتين، ادي يعني هنا بار هنا بار، خلاص يبقى الامور تمشي، انما ناحيه بار والتانيه بسكال لا. يبقى الفوليوم بيساوي 569.656 أسطوانة منتظمة المقطع، حبس بها هواء بواسطة مكبس، وكان طول عمود الهواء بها 150 تحت ضغط بدرجة حرارة أعلى من مقياس كلفن، فما هو طول عمود الهواء حتى يصير الضغط 2 بي ودرجة الحرارة 3 تي.
تعال نشوف المعطيات، ادي ال ال وادي ال بي وادي ال تي وادي ال ال في الحالة التانية. بص يا اولاد، اتعاملوا مع ال ال على ان هو فوليوم في كل مسائل قوانين الغازات، لان دايما لما بيجيب لي انبوبة بتبقى مساحة مقطعها منتظمة، وبالتالي يعني يمكن التعامل مع الطول على انه هو حجم، لانه الايه هتتشطب من الطرفين. تمام، الحاله ديت هتبقى بي فوليوم على تي بتساوي بي فوليوم على تي، وبالتالي اهو زي ما اتفقنا هنشطب الايه مع الايه، هيبقى الاتنين دول هيتشطبوا، وتعويض طبعا مباشر، ونقدر نشطب التي مع التي، يبقى الاتنين اللي هو الحجم في الحاله التانيه هيساوي 225 مللي. إذا كانت أقصى سعة، إذا كانت أقصى سعة لبالون من المطاط هي 1000. مسألة جميلة، مسألة انفجار البالون وعدم انفجاره. وعندما أدخل فيه كمية غاز عند ضغط 76 سنتي ودرجة حرارة 7 درجة، أصبح حجم البالون 900. 900 سنتي. أدخل البالون بعد ذلك في ناقوس مخرطنة هواء، حيث خفض الضغط إلى 72 مع رفع درجة الحرارة إلى 35. هل ينفجر ولماذا؟ في الحالة ديت هو بيقول لي أقصى سعة للبالون 1000، خليها على جنب ديت. دي الفوليوم ماكس. يعني إيه فوليوم ماكس؟ يعني ديت يا أستاذ عبارة عن أقصى حاجة ممكن نوصل لها، بعدها يحصل انفجار. وعندما أدخل فيه كمية من غاز تحت ضغط كذا، هنا بدأت المسألة بقى. يبقى البالون دلوقتي في ادي ضغطه وادي درجة الحرارة وادي الحجم، وحطيناه بقى في الناقوس وخفض الضغط، ده الوضع الجديد بقى، ورفع درجة حرارة. تعال نحسب حجم البالون بعد ما دخل تحت الناقوس ورفع درجة حرارة. تمام، اهو في الحالة دي حسبنا الحجم طلع 1045، بس هو أقصى حاجة بيتحملها البالون كام؟ 1000. يبقى هينفجر. في الحالة دي نقول إنه هينفجر. ليه؟ علشان خاطر الحجم المفترض بعد ما يتحط تحت الناقوس هيبقى 1045، طب هو ما بيتحملش أكتر من 1000. القانون العام للغازات يا أولاد، خلي بالك في موضوع المخاليط ده موضوع مهم. انا جبت لك هنا ادي غاز، غاز هنا وغاز هنا مختلفين، تمام، كل واحد منهم بيتحرك اهو. طب شيل الحاجز اللي في النص، بحيث هنا بدأ يتحرك الحاجز الموجود كله. تمام، بي فوليوم على تي زائد بي فوليوم على تي قبل الخلط بيساوي بي فوليوم على تي بعد الخلط تبتاع الخليط. تم خلط 5 لتر من غاز النيتروجين مع درجة الحرارة بتاعته 7، مع وضغطها 70، مع 12 لتر من غاز أكسجين درجة حرارتها 27. طبعا بنقول إنه هنا تم الخلط مع عدم حدوث تفاعل كيميائي. تمام، وده شرط. طبعا الاكسجين بيتفاعل مع النيتروجين في وجود شروط معينه، فهنا لا بنشترط ان ما يحصلش بينهم تفاعل ايه كيميائي. في الحاله ديت الضغط بتاع درجه الحراره بتاعت الاكسجين 27 والضغط كذا، ووضع الخليط في اناء حجمه كذا، عايز يحسب الضغط بتاع الخليط. في الحاله ديت من المعطيات ادي الحجم، ادي درجه الحراره والضغط بتاع الاولاني، ادي الحجم وادي درجة الحرارة والضغط بتاعت التاني، ادي الاناء. في الحالة دي عايز بيه ومدينا درجة حرارة الخليط. في الحالة دي بي فوليوم على تي بتساوي فوليوم على تي، فوليوم على تي دي الاول والتاني، وادي الخليط. في الحالة دي تعويض مباشر، عايز بيه، عوض، طلع 89 سنتي، مسألة ما فيش فيها ادنى مشكلة اهي، وادي رقم بيه. إناءان سعة أحدهما 13 لتر بيا هيدروجين تحت ضغط 21،
والآخر سعته 14 لتر بين هيدروجين تحت ضغط 39، وكانت درجة حرارة كل منهما 0 درجة سيليزيوس. تمام، في الحالة ديت أوجد الضغط بتاع الخليط أو المزيج عندما يتصل الإنآن وترفع درجة الحرارة إلى كام؟ إلى 87. في الحالة ديت المعطيات اللي عندي أطلعها للغاز الأول وللغاز الثاني وآدي الخليط. تمام، عوض، وطالما إنه مديك الثلاث متغيرات اللي هو ضغط وحجم ودرجة حرارة، يبقى بي فوليوم على تيل الأول زائد الثاني بتساوي بي فوليوم على تيل الخليط. في الحالة ديت يبقى 21 في 13 على 273 بتساوي 21 في زائد 39 في 14 على 273 بيساوي بي في 27 على 360. طلعنا البي طلعت ب 40 سنتيمتر. تمام، برضو ما فيش اي ايه، ما فيش اي مشكلة خالص خالص خالص. يبقى الاختيار دي بعدها مديني كميتين من غاز الهيدروجين حجمها 12 وتحت ضغط 15، مع كمية من نفس الغاز 8 وتحت ضغط 45، وبيقول لي اتخلطوا مع بعض في إناء واحد مغلق سعته 6 لتر. في الحالة ديت احسب ضغط الخليط. في الحالة ديت بديني كل حاجة بتاعت الأواني الأول أهوت، أدي الغاز الأول والغاز الثاني مع إنهم نفس النوع، ماشي، وبعدين عايز البريشر بتاع الخليط. في الحالة ديت بي فوليوم زائد بي فوليوم، هنا بقى ما اتكلمش في درجة الحرارة، خلاص درجة الحرارة ما اتكلمش عنها وما قاليش إنها اتغيرت يبقى ثابتة، نفترض ذلك. يبقى البي بتساوي 90 مباشرة، مفيش فيها أي مشكلة خالص، سهلة، تعويض مباشر. يعني يعتبر القانون العام للغازات هو علاج لكل القوانين وبديلا عنه. وضع بالون حجم 500 من يعني في حجم 500 وضغط 2 في إناء مكعب، يبقى هنا ده بالون اتحط في جوه إناء، ثم أحكم غلق الإناء. احسب الضغط النهائي عند انفجار البالون. بصوا بقى، هو بصراحة لازم تعرف إن لما أحط البالون اللي فيه هواء مع الإناء اللي فيه هواء كده، أنا عايز أقول حاجة مهمة. في غاز داخل المكعب، حلو، لما أنا أحط الغاز بتاعي البالون ده اصبح عندي دلوقتي حاجتين، ايه هما؟ اللي هو حجم الهواء حوالين البالون وحجم الهواء داخل البالون. فلو عايز تشوفه كام، لما يكون ده 1000 يبقى التاني 500، ما هو 1000 ناقص 500 بكام؟ ب 500. وفي الحالة ديت كده انا جبت المخلوط مع بعض. في الحالة ديت يبقى بي فوليوم زائد بي فوليوم بيساوي بي فوليوم خليط، عوض هيبقى البي بتساوي 1.5. يعني في حته هنا بتاعت تسرب او اضافه كتله وعصبة الحاجة. الشرط يا اولاد في قوانين الغازات كلها، يعني جميع قوانين الغازات تبقى في ايه، يعني فيها الكتله الثابته. لذلك كل شويه نقول ايه، يتناسب حجم كميه معينه من الغاز، ضغط كميه معينه من الغاز، عمالين نتكلم حاصل ضرب ضغط في حجم لكميه معينه من الغاز. طب افرض بقى ان في كميه معينه من الغاز دي ما بقتش ثابته، لا يعني بقى اتغيرت. في الحالة دي هنا الN موجودة اللي هو عدد المولات، وفي الحالة ديت يعني نقدر نقول الN عبارة عن كتلة المادة على كتلة المولية، أو كتلة الغاز على كتلة المول. لو الكتلة المولية من الغاز طبعا ثابتة، معروف ان مثلا الكتلة المولية للأكسجين 16 في 2 ب 32 فثابتة، ففي الحالة دي هتتشطب مع بعضها، يبقى بي على ام في تي بتساوي بي على ام في تي. يعني من الآخر بنتعامل على ان عدد المولات دخل معانا كأحد المتغيرات بدلا من ان يكون غير موجود.
اسطوانه بيها صنبور يعني تحتوي على 3 كيلو جرام من الغاز، ضغطه 5، فتح الصنبور صدفه فتسرب الغاز، فتكون كتله الغاز المتبقي بعد التسرب كام؟ في الحاله ديت هتعامل مع انه في هنا كتله اتغيرت، ماشي؟ يبقى بي على ام بتساوي بي على ام، والتي مش موجوده خلاص، هي بي على ام في تي بتساوي بي على ام في تي، والتي ثابته، يبقى 6 من 10 والاجابه ب. اسطوانه بقى محبس تحتوي على 4 من 100 كيلو من الهواء، ضغط 1 كذا، احسب كتلة الهواء داخل الاسطوانة بعد توقف عملية التسريب، ده برضه بي على ام بتساوي بي على ام والتي ثابتة، طلع الام التاني. اسطوانة بيها صنبور تحتوي على 5 كيلو من غاز، 5 كيلو من الغاز، في الحالة ديت ضغط 10 اتموسفير، فتح الصنبور صدفة فتسرب الغاز خلاله، وعندما توقفت عملية التسرب، كم تكون كتلة الغاز المتسرب من الأسطوانة؟ في الحالة ديت هقول له حاضر. أنت بتتكلم في إيه؟ بتكلم في إني يعني بي على ام في تي بتساوي بي على ام في تي، تمام؟ حاضر أهو، يبقى ام واحد بي واحد، ام اتنين بي اتنين، يبقى بي على ام بتساوي بي على ام، يطلع بنص ايه كيلو. هو بقى عايز اللي اتسرب اللي طلع، طبيعي طالما ان اللي بقي نص واللي كان موجود 5، يبقى الفرق بينهم 4.5، يبقى اللي اتسرب 4.5. خزان يحتوي على 80 جرام من غاز تحت ضغط 90 سنتي ودرجة حرارة 27، ويتصل بالخزان صنبور، فإذا تم تبريد الغاز حتى 10 سيليزيوس وفتح الصنبور فتسربت كمية من الغاز حتى أصبح الضغط داخل الخزان 80، احسب كتلة الغاز المتسرب. الام واحد والبي واحد عندنا، والتي واحد، الام اتنين والتي اتنين، ادي المطلوب عندي الام 2 وطعم طعم مباشر، هنا درجه الحراره اتغيرت فنحطها بي على ام في تي بتساوي بي على ام في تي. يبقى ده الغاز المتبقي يا اولاد اللي هو ام 2 اللي هو 75.38 جرام، عايز اللي تسرب ترحهم من بعض. طب القانون العام بدلاله الكثافه، بص يا ولاد، الفوليوم بتساوي ام على رو، يبقى بي ام على رو بتساوي ايه؟ بي على ام على رو. لو ان الكتله ثابته يبقى بي على رو في تي بتساوي بي على رو في تي، وفي الحاله ديت اذا كانت كتله المتر المكعب من الهواء عند درجه صفر سيليزياس وتحت ضغط 77 و4 من 10 هي 1.29 من 100 كيلو، فاحسب كثافة الهواء عند 91 درجة وتحت ضغط 88 سنتيمتر مكعب. سنتيمتر زي. طبعا المتر المكعب ادي حجم، والصفر ادي درجة حرارة، وادي الضغط، ومديني الكتلة اللي عندي، عايز الكثافة، ومديني البريشر. البي على روف تي بتساوي بي على روف تي. واحد يقول لا مستر معلش، هو انت بتعرف القانون ازاي؟ انت ملاحظ هنا انه بيقول لك تحسب ايه؟ كثافه. بس انا اللي بيعرفني، يعني انا باخد لفظ في المساله بيعرفني ان ده القانون عام للكثافات، القانون عام للكتل، وهكذا يعني. يعني انا مش بقول القانون من دماغي، لا، هو انت عندك قانون عام، تمام؟ في قانون عام بدلاله الكتل، دي لو حصل تغير في الكتله، ده لو حصل تغير في الكتله. ان هو قال لك تسرب فجأة، ده له لفظ خاص. والقانون العام للكثافات هو قانون عام عادي، ده كتله ثابته ما حصلش فيه تسرب للكتل ولا حاجه، تمام؟ اذا كانت كثافه غاز الاكسجين عند اس تي بي هي كذا، واحسب كثافه ايه؟ الاكسجين عند 35 درجه وتحت ضغط كذا. بي على روف تي بتساوي بي على روف تي، وهنا الاس تي بي، فاطلع عامل. إذا كانت كثافة الهواء عند درجة صفر سيليزيوس تحت ضغط 76 هي كذا، احسب كثافته عند 27 درجة وتحت ضغط كذا.
بي على روف تي بتساوي بي على روف تي تعويض مباشر طلع الروف. إذا كانت كثافة الهواء أسفل الجبل هي 1.2 كيلو جرام على المتر مكعب في درجة 30 وتحت ضغط 10^5 باسكال، احسب ضغط الهواء عند قمة الجبل إذا كانت درجة الحرارة 17، تمام؟ أنا بيكلمني في درجة حرارة 17 درجة سيليزيوس والضغط 9 باسكال. في الحالة ديت أنا عايز أعوض بالمعطيات اللي عندي. المعطيات بتقول إن الرو والتمبريتشر والضغط، احسب كثافة الهواء ومديني التمبريتشر والبريشر. بي على روف تي بتساوي بي على روف تي. يا استاذ انت ازاي يعني عوضت بدلالة الكثافة؟ عوضت بدلالة الكثافة عشان هو قال لي احسب كثافة الهواء بس ومديني كثافة الهواء بس. يبقى 10^5 على 10 اهو بيساوي، وتعويض مباشر وطلع ناتج وما عندكش اي مشكلة. يحتوي الانتفاخ الأوسط على غاز مثالي ضغطه كذا، بينما الانتفاخان الآخران مفرغان تماما. ماذا يحدث الضغط الواقع للضغط داخل الانتفاخ الأوسط عند فتح الصمام ألف فقط وعند فتح الصمامين معا؟ عند فتح الصمام ألف لوحده هيبقى بي فوليوم بتساوي بي فوليوم طبعا في جميع الحالات. يعني افتح الصمام ده مش موجود اهو، يبقى الضغط في الأول بتاع ده باتنين، وحاج يعني الانتفاخ الاوسط في غاز في ضغط اتنين، يبقى ادي اتنين اهو في حجم واحد. بعد ما اصبحوا الغازين هيشغلوا يعني الاناء ده، اقول له في الحاله دي تستنى، ده هيبقى البي في 3، 3 اللي هم 2 زائد 1، وبالتالي اطلع. طب افرض فتحنا الصمامين مع بعض، برضه البي في 2 في اللي هو 2 في 1 اللي هو بتاع الغاز الأول بقى هيصبح بقى بي في 6، يبقى تلت بي. كميتين من غازين مختلفين، حجم الأول 12 وضغطه أهو، وحجم الثاني 10 وضغطه، ضغطه 10 وحجمه 16 أهو كده. يعني عندي غازين خلطت معان في إناء سعته 6، ده سعة الإناء بقى. احسب ضغط الايه الخليط بي فوليوم على بي فوليوم بتساوي بي فوليوم، يعني بي فوليوم للاول زائد الثاني بتساوي فوليوم للخليط. في الحاله ديت يبقى 10 في 12 زائد 15 في 16 بتساوي البي في الحاله ديت يا جماعه محتاجين ان احنا نطلع بي، هتبقى 60. يلا نقرا المسألة دي مع بعض يا أولاد ونشوف هتطلع إزاي. كمية من غاز النيتروجين حجمها 8 ضغطها درجة حرارتها، أدي المعطيات الأولى وأدي الحجم والضغط ودرجة الحرارة، بس واضح هنا إن هو درجة الحرارة يعني هو بيقول لي 30 درجة وما قاليش إنها اتغيرت. فخلاص علما بأن درجة الحرارة ثابتة يبقى مش هستفيد منها بحاجة، يبقى اعتبرها مش موجودة خالص. أبنائي وبنات الطلاب، أنا حابب دلوقتي أقول لكم شوية حاجات غاية في الأهمية. إيه هي؟ واحد، إحنا كده لما تيجي تراجع القوانين مع بعض، لما نيجي نراجع القوانين مع بعض، أنت عندك ثبتنا النهاردة إن القانون العام للغازات يمكن أن يكون كافيا عن قانون بويل، قانون شارلز، قانون جي لوساك. أدي أول معلومة. المعلومة الثانية، عرفنا إن في شرط في قوانين الغازات إن تكون درجة إن تكون كتلة الغاز ثابتة، وبالتالي ممكن يسألني عن الكثافة في الحالة دي طالما الكتلة ثابتة. في الحالة ديت أقدر أشيل الفوليوم وأحط إم على رو، وتبقى الرو في المقام، ويبقى بي على روف تي بتساوي بي على روف تي، وشكرا. الحاجة التالتة،
إذا لم تكن الكتلة ثابتة، يعني الكتلة اللي عندي بتتغير زي قصة فتح الإناء فتسرب الغاز فجأة، في الحالة دي هيبقى القانون العام للغازات بدلالة الكتل، وبالتالي بي على ام في تي بتساوي بي على ام في تي. في الحالة دي أقدر إن أنا أحط القانون الجديد بسهولة جدا، مفيش فيها أي مشكلة خالص. أبنائي وبنات الطلاب، انتهينا من تدريس المنهج للفصل الدراسي الثاني على خير إن شاء الله. غطينا تقريبا كل أفكار المنهج باستمرار يعني وبسهولة جدا جدا، ما فيش فيها أي مشكلة خالص. تمام، حابب أقول لكم إن حصة المراجعة اللي جاية هنحل فيها امتحان 2022 صباحي، والحصة اللي بعدها هنحل الامتحان المسائي مع التركيز على أهم نقطتين في المنهج، وهما تحويلات الضغط الجوي كلها وموضوع الأنبوبة ذات الإيه الشعبتين. أهم حصتين في المنهج وفي الترم الثاني هتكون الحصة القادمة والبعد القادمة. لكل الناس والأحباب يا ريت تركزوا فيهم جدا جدا جدا. أشوفكم على خير إن شاء الله مع أول حصة مراجعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.